هاتف النوت من سامسونج مسيرة طويلة حافلة بالمنجزات التقنية الكبيرة، لكن لكل بداية نهاية. ممكن قريبا حنقول Rest in Peace نوت، ارقد بسلام يا هاتف الأحلام. التفاصيل بعد قليل، وبداية لا تنسون مواصلة دعمكم إلنا بالاشتراك بالقناة بالضغط على كلمة اشتراك أو سبسكرايب بالأسفل، وتفعيل جرس التنبيهات حتى تبقون بتواصل دائم مع كل جديد نقدمه بالقناة أولا بأول. أهلا بكم بفيديو اليوم. السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم أصدقائي المتابعين من كل مكان. انطلق أول هاتف من سلسلة النوت من شركة سامسونج بعام 2011، وكان أول هاتف يجي مع مفهوم الشاشة العملاقة، واللي افتتح الترند الخاص بالشاشات الكبيرة، وبنفس الوقت اللي حصل على الكثير من الانتقادات ومن مختلف الجهات، إلا أنه كان يخط نجاحه بنفسه، واللي صار أنه تحول الاهتمام باتجاه الشاشات الكبيرة للهواتف، واللي اتضح أنه النوت هو أكثر هاتف محبوب وشعبي وعليه طلب كبير من المستخدمين والمحبين. والشيء العجيب هو الأمر اللي بدأ مع تجربة ومجرد اختبار شلون يتحول إلى ثورة كبيرة بعالم الهواتف، ويحقق أرباح خيالية وتعمل فائدة للجميع، وكل الشركات تمشي بهذا الطريق، حيث أنه سلسلة الجالكسي نوت من سامسونج تعتبر ضمن أنجح 4 هواتف بالعالم ومن يوم إطلاقه. لكن اللي يظهر الآن أنه هذا النجاح والتألق ما راح يستمر لفترة طويلة، لأنه وللأسف ابتداء من الآن فشركة سامسونج ما تملك أي خطة لإطلاق هواتف النوت أو سلسلة النوت 21، واللي هو المفترض يكون السكسيسر للنوت 20. لكل عشاق هذه السلسلة ومحبي النوت، يألمني صراحة التكلم بهذا الموضوع، وأتمنى يكون هذا الشيء مو صحيح، لكن الواضح أنه هذه حتكون نهاية ملك الهواتف النوت العملاق. والسبب أنه ويانا مصادر متعددة صرحت بنفس الأمر، يعني ابتداء من المسرب الشهير الموثوق صديقنا الآيس يونيفيرس، واللي بالسابق كان يعتقد أنه حنشوف النوت 21 بالسنة القادمة، إلا أنه الآن صرح لا يوجد أي معلومات عن سلسلة النوت 21. وحتى نخليكم بالصورة أصدقائي المتابعين، لازم تعرفون أنه شركة سامسونج بالمعتاد تبدأ بالعمل على هواتف سلسلة النوت قبل أكثر من 8 أشهر من موعد الإطلاق اللانش تايم، وبسبب عدم تسريب أي معلومة عن عملية التصنيع أو المواصفات بكل تأكيد هو يعتبر إشارة سيئة للغاية. والمسرب ماكس واينباك اللي قدم معلومات وتفاصيل عن سلسلة هواتف الاس 21 فجر القنبلة مباشرة بعد تغريدة آيس يونيفيرس بخصوص النوت 21، وصرح انه ما راح نشوف هاتف النوت 21 العام القادم. وبين ايضا انه خارطة طريق هواتف شركة سامسونج للعام القادم تتضمن 7 أجهزة او هواتف رئيسية ومواعيد اطلاقها، لكن بدون اي ذكر للنوت 21 على الاطلاق. هواتف سامسونج الفلاكشيب اللي متوقعة للإطلاق العام القادم هي الاس 21 والاس 21 بلس والاس 21 ألترا، هذه حتكون بشهر جانيوري أو شهر الواحد القادم 2021. أما هاتف الاس 21 FE فحينطلق بالنصف الثاني من العام القادم، وبعد ذلك إطلاق هواتف الفولدبل الزي فولد 3 والزي فليب 3 والزي فولد FE. هاتف الزي فولد FE حيكون هاتف رهيب وراقي، وسمعنا كثير من الشائعات عنه وعن مواصفاته، واللي يظهر الآن أنه هذا الهاتف الفولدبل حيشوف النور العام القادم. الجميل بالموضوع أنه ماكس بيّن بخصوص هذه الهواتف، 3 هواتف من القائمة اللي ذكرناها حتيجي مع دعم كامل للقلم أو الأسبن، واللي هي حتكون الاس 21 ألترا والزي فولد 3 والزي فولد FE أو الفان إديشن. وبالحديث عن هاتف الزي فليب، فالظاهر أنه شركة سامسونج حتتخطى رقم 2 وتنتقل مباشرة إلى رقم 3، فيكون زي فليب 3 بدل الزي فليب 2، حتى توحد الأرقام الخاصة بالفولدبل فونز. اهتمام سامسونج الأكبر حيكون منصب على الأجهزة القابلة للطي أو الفولدبلز، وأكيد المحبين لسلسلة النوت والفولدبلز حيحبون فكرة إضافة سلوت خاص بالقلم الأس بن لهواتف الزي فولد. لكن بنفس الوقت قرار إنهاء سلسلة النوت محبوب الجماهير الآن تعتبر حركة جدا سخيفة وغبية من شركة سامسونج، خصوصا إذا عرفنا أنه هاتف الزي فولد 2 هو بعيد كل البعد من تحقيق أرباح مبيعات النوت أو شهرة سلسلة النوت والطلب عليه. أكيد إضافة وظائف ودعم القلم للزي فولد
تعتبر خطوة رائعة وجميلة، لكن ما لم يكون القلم متضمن بنفس الهاتف ويكون إلى سلوت خاص بالزي فولد، فحيكون موضوع دعم القلم بدون أي فائدة، خصوصا لعشاق القلم واللي اعتادوا على استعماله للقلم كل هذه السنين، لأن المستخدمين ما يقدرون يركزون كل انتباههم على مكان القلم وممكن يضيعوه بكل سهولة بدون السلوت الخاص به على الهاتف، لهذا مستحيل يكون بديل للنوت من هذه الناحية. وبالإضافة إلى أنه هاتف النوت هو أكثر من مجرد قلم الأس بن، فحاليا كثير من الأشخاص يشترون للنوت التصميم الجميل والمزايا اللي يحملها بالإضافة لمواصفات العالية. عدم وجود منافس حقيقي بالعالم لهواتف الآيفون من سامسونج، هذا الشيء حيكون ضربة مؤذية لشركة سامسونج، خصوصا وأنه هاتف الزي فولد القابل للطي يعتبر مجرد لعبة أو جيمينج الكثير من الأشخاص حاليا. ما ننسى الأسعار الغالية اللي ينزل بها هاتف الزي فولد للساحة واللي تخلي معظم الجمهور غير قادر على شرائه. من وجهة نظري أنه إعدام خط سلسلة النوت بهذا الشكل وبهذا الوقت المبكر أمر جدا سلبي وما يصب بمصلحة أي جهة، لا الشركة ولا المستخدمين. ممكن إذا صار هذا الشيء بعد سنوات من الآن يكون منطقي، خصوصا بعد أن تكون هواتف الفولدبلز أكثر شهرة وشعبية بين الناس. أما الآن وبهذا الوقت فهو بالفعل أمر مخيب للآمال نشوف اختفاء هذه السلسلة المحبوبة من الأسواق. أكثر من 9 سنوات يكون الهاتف المحبوب والمفضل الكثير من المستخدمين، وبهذه السرعة يتخذ قرار بتوقف إنتاجه، أمر بكل بساطة غير منطقي ولا يصدق. على أي حال نتمنى يكون هذا الشيء مو صحيح، وحنكون بتواصل مستمر مع كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية حتى نعرف الحقيقة الكاملة بهذا الخصوص، وإذا كنا حنشوف النوت الجديد العام القادم أو لا. خلوني أعرف آراءكم بموضوع النوت، وهل أنتم مع أو ضد خطوة إيقاف إنتاجه والتوجه الكامل من سامسونج لأجهزة الفولدبلز، واللي بيّنت سابقا بأحد تقاريري أنه ممكن نشوف هذا الشيء بالمستقبل، لكن بهذه السرعة وبهذه الطريقة أمر أبدا مو منطقي بالنسبة إلي. وخلاص وصلنا وياكم لنهاية تقريرنا الحزين لهذا اليوم. لأي سؤال أو استفسار تقدرون تتواصلون وياي على حساباتي على الفيسبوك والإنستغرام وتركوا تعليقاتكم بالأسفل. لكل جديد ومفيد من أخبار وشروحات وغيرها تأكدوا من الاشتراك ويانا بالقناة بالضغط على كلمة اشتراك أو سبسكرايب بالأسفل وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. لقاءنا يتجدد وياكم بالفيديوهات القادمة إن شاء الله. في أمان الله.